عدلي حمدي محمود عطالة. بعدين لك تفيد في رجل ايه؟ ايه اشرف؟ اطلع كلاب عشت معاهم كانت ولاد حروق في البيت، جيب حمايه بالذات انا 24 ساعه عشت فيا وضربنا وقتلنا كل حاجه، كنت بخاف منهم خالص، كنت بترعب منهم. امال ايه حكايه الصور اللي كانت على التليفون دي؟ الصور ما لو صور هقول لك صور. فالثابت امام عدلكم ان المتهمه حينما قامت بقتل نجلها لم تكن في حالة من حالات الوعي والإدراك السليم، وتم عرضها على لجنة والتي انتهت بصحة قواها العقلية، ونحن نجادل في صحة هذا التقرير، الأمر الذي يجب معه أن تعرض المتهمة مرة أخرى على لجنة متخصصة. بسم الله الحق العدل المبين، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، والحمد لله الذي عظم شأن النفس البشرية وحرم قتل النفس وإسراق روحها الذكية، والحمد لله الذي شرع القصاص وجعله بيد خلفائه في أرضه، ووهبكم صفة من صفاته عز وجل ألا وهي صفة العدل، والحمد لله الذي جاء بنا إلى تلك الساحة المقدسة ساحة القضاء العادل. أنا شلت الطرحة والمخدة ورجعتهم مكانهم مصوت، ولما أهلي صحي وجم شلنا مصطفى ابني، وأنا رحت معاهم عند الدكتور عشان محدش يشوفني، وهنا استوقفني ما رددته المتهمة الذي وسوس لها شيطانها الرجيم باقتراف ذنب عظيم، أن جل همها إخفاء جرمها عن أعين الناس أجمعين، ولم تخشى من رب العالمين الذي وصف حالها في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا. صدق الله العظيم. السيد الرئيس الهيئة المقرة، إننا نقف اليوم أمام جريمة قتل افتمنا فيه النموذج الإجرامي بركنيه المادي والمعنوي كما وضحنا لعدلكم قيام الظرف المشدد فيها وهو سك الإصرار، والمتهمة الماثلة أمامكم راحت تدبر أمرها وبيدت نيتها وأقدمت على فعلتها المتمثلة في المخطط الإجرامي الذي أعدته سلفا. السيد الرئيس، يقف من خلفي والد فقد ولده، فقد سنده، قسم ظهره، ينادي ويتوسل بعدالتكم حكما يسلش صدره، إن الزوجة المكلوم عملها بالإحسان، فلم يكن جزاء ذلك إلا تدنيسا لعرضه وقتل لنجله. فالمتهمة راحت تنسب أكاذيبا عن دافع حول جريمتها، وراحت ترمي بأخطائها على الآخرين، فأي انتقام هذا؟ تضافرت أدلة جريمتنا وتساندت، وذلك بدءا باعتراف المتهمة والتي كان وليد إرادة حرة وواعية في حضور دفاعها انتقالا لأدائها للمشاهد التمثيلية لجريمتها والتي توافقت مع اعترافها بالتحقيقات. وليس أصدق من ذلك ومدللا عليه أن شهادة شقيقتها قد جاءت متطابقة مع ذلك الاعتراف، وأؤيد كل هذه الأدلة موردة بتحريات جهة البحث وشهادة مجرية بالتحقيقات والتي شدت من أدلة. وأما عن ماديات تلك الدعوة، ثبت بتقرير الصفة التشريعية أن المبني عليه به آثار حذر مقدد مستعرض الوضع أسفل مستوى العظم اللامي بالعنق وخدود صفرية أسفل الفك يمين العنق، وأن ذلك الحذر يحدث من الضغط العنفي على العنق بجسم صلب راد لين، وهو جائز الحدوث من مثل الأداة سالف ذكرها، وأن الوفاة تعفي إلى السكسيا الخمر أدى إلى فشل بالعملية التنفسية وخدود حاد بالدورة الدموية التنفسية انتهت بالوفاة. إضافة لما ثبت من مناظرة النيابة العامة لجثمان المجني عليه، والتي أبانت أنه وجد بالحالة التي صورتها المتهمة إبان ارتكابها الواقع. السيد الرئيس، قد يعتقد البعض أن المتهمة بإقرارها بارتكاب جرمها بالتحقيقات أرادت من ذلك اعترافها بذنبها وندمها عليه وانتظارها قصاص الله العادل، لكنها وللأسف ما زالت في ضلالها القديم، فبدلا من انتهاجها المسلك القويم ظهرت بفكر أسيل فادعت الجنون أمام جميع الحاضرين ظنًا بأنها ستفلت من جرمها العظيم، فجاء تقرير الطب النفسي الشرعي يدحض فكرها الثقيل وادعائها اللئيم، حيث ثبت أنها لا تعاني من أي أعراض دل على وجود اضطراب عقلي أو نفسي في الوقت الحالي أو وقت الواقعة، مما يجعلها مسؤولة عن الاتهام المسند إليها. أقمنا على المتهمة الدليل الذي رأيناه على ارتكاب جريمتها واكتمال النموذج الإجرامي لجريمة القتل العمدي مع سبق الإصرار. السيد الرئيس، الهيئة المقرة، تلك هي أدلتنا تساندت وتواترت
لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، متماسكة مدة كاملة، تشد أزر بعضها، لا تحتمل تأويلا ولا تخريجا، ولا تقصر عن تغطية وصف الاتهام المسند لتلك المتهمة. بسم الله الذي أنطقنا الحق، ثم باسم الشعب الذي نمثله في ساحة عدلكم المقدسة، ثم باسم الأمانة التي حملناها، تلك الأمانة التي ناءت الجبال الرواسي عن حملها، وكانت النيابة العامة على العهد والوعد. أنا لا أطالب قصر، فقد قصد المتهم على كل قيمة رفيعة، إنما أطالب بالقصاص العالي، فأمامكم من تجردت من كل القيم التي حماها الله لنفسها البشرية. سيد الرئيس، قد تطالبكم بالرحمة، فامنحوها لها، إن كانت قد عرفتها وفي فعلتها قدرتها. قد أقمنا على المتهمة الدليل بجرم ما اقترفته من فعل واسم وعدوان، ولم يتبقى الآن سوى الحساب، ونحن لا نملك الحساب، بل الحساب رب في السماء وقضاة في الأرض. فالنيابة العامة تطالب بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمة وهي الإعدام شنقا، فليكن الجزاء من جنس العمل. وقبل الختام أذكر نفسي وأذكركم بقول رسوله الحق والعدل صلوات ربي عليه، لزوال الدنيا أهون على الله من قتل مؤمن بغير حق. السيد الرئيس، إن خشتي من أكون قد قتلت وأصطلت لا يعادلها سوى تخوفي من أكون قد قصرت وأخطأت، فقد حولت جهد طاقتي أن أبرز أمام حضراتكم ما تنطق به الأوراق من أدلة تثبت ما اقترفته المتهمة من اسمي. سدد الله خطاكم ووفق على حركة الحق مسعاكم وألهمكم سواء السلام. عليه طلع قال له في ايه؟ قال له تعالى حفيدك مات. قال له شوف، ورحت وبعدين شفت ان ابني لما كشفت لقيت ان في احمرار حول عنقه، عشان كده كانوا رافضين دماغه. واجلت شهاده شقيقتها لمياء احمد عبد الوهاب شقيقه المتهم في ضمن تحقيقات النيابه صدر 41 انها صحيت من النوم على صوت اسراء بتقول مصطفى ما بيردش عليا، ولمحت حاس حوالين رقبه مصطفى زي ما يكون حد كانه، واسراء واهلي راحوا لدكتور في البلمون، وانا شكيت ان اسراء هي اللي قتلته، وانا كنت اخر واحده موديه مصطفى الاوضه، وانا لما رحت لزياره اسراء في الحبس قالت لي ان هي قتلت مصطفى، واكدت شهاده الشاهد السابع وهو مجرم التحريات وفق اعترافات المتهمه والادله الفنيه وتقارير الطب الشرعي التي انتهى اليها بارتكاب الجريمه المذكوره، وجاءت اقوال ضابط مجرم التحريات بالتحقيقات والذي جمع الاقوال من شتات ما توافر لديه من ادله ثبوتيه واتبعها ببعض التفصيلات، فقد اكدت التحريات السريه أن المتهمة هي من ارتكبت الجريمة وفق روايتها في التحقيقات واعترافاتها، وكذلك الأدلة الثبوتية الموجودة بالجنائي بنية مبيتة مع صدق إصرار طامعة بحرمان أهل المجن عليه من رؤيته بجريمة تهتز لها البشرية. الأدلة الفنية، وجاءت الأدلة الفنية بتقارير الطب الشرعي لفحص الجثة المجن عليه، تبين أن الحز يحدث وجائز من الحدوث من مثل الشرب المرسل للفحص، وورد بالبند 3 بالتقرير أن من فحص وتشريح الجثة بالقنط، وهذا ما أكده الطبيب الشرعي. اعترافات المتهمة، وإذا عرجنا عرجا حثيثا وجبها قضيتنا الثالث وهو اعترافات المتهمة، فقد أراد الله أن يرد كيد الظالمين وكفانا شر العتاب، فقد نطق على لسان المتهمة بعد أن أعددها أفعالها بالحق، وقل جاء الحق وفاق الباطل إن الباطل كان مبوقا، فقد أقرت المتهمة بارتكابها الواقعة دون إكراه أو تهديد أو وعد أو وعيد، فقد حضر ما تعاهم مدافعا وأبدى طلباتها في نهاية التحقيقات، فقد فسرت المتهمة قولا تفصيليا وأقرت بجريمتها كيدا في أهل طفلها لأبيه حتى أبواها الشيطان لها ففقات وضبرت وأخذت به في طريق الضلال، فأقصرت براءة طفلها
لقتل، ففكرت وقدرت وقتلت وكيف قدر. ثم نظرت نظرة لصبغها المجني عليه بعد أن زولت لها. أنا بس أستاذة بس عملت المحكمة في نهاية المرافعة. أنا بخاطب المشرع، والاعتدال المحكمة أن وسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والواتساب، أن بداية هذه الكريمة وسائل التواصل الاجتماعي أنا متواصل لم ترفع رأسها. رضا وسعيد وبسمة حكمة المحكمة حضورية ومعاقبة رضا الضابط لطفي محمد في السجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريمه مبلغ 100,000 جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى ومعاقبته بالحبس مع الشرطة لمدة 1 سنة وتغريمه مبلغ 2,000 جنيه عما أسند إليه بالتهمتين الثالثة والرابعة وألزمته بالمصروفات. ثاني معاقبة كل من السعيد ياسين سيف الدين وبسمة مجد السيد محمد بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وتغريم كل من مبلغ 100,000 جنيه عما أسند إليهم بالتهمة الأولى وألزمتهما بالمصروفات الجنائية ومصادرة المواد المخدرة والسلاح الناري المضبوط. علي أنور مصطفى المرسي حكمة المحكمة حضورية ومعاقبة علي أنور مصطفى المرسي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات وتغريمه مبلغ 100,000 جنيه عما أسند إليه بالتهمة الأولى ومعاقبته بالحبس مع الشرطة لمدة 6 أشهر وتغريمه مبلغ 500,000 جنيه عما أسند إليه بالتهمة الثانية وألزمته بالمصروفات الجنائية ومصادرة مواد مخدرة والسلاح الأبيض المضبوط. محمد السيد وعبد الرحمن وهاني حكمت المحكمة حضورية. اسمع يا ابني. حكمت المحكمة حضورية ببراءة كل من محمد السيد محمد إبراهيم النقي عبد الرحمن محمد صادق وهاني هاني توفيق أبو المعاط وأسامة هاني محمد عبد الله مما أسند إليه. عدلي ومحمد عدلي وصالح عدلي. امنع كلام. بعدين. امنع كلام. والله مظلومة على الوزير، حكمت المحكمة غيابية للأول وحضورية للثاني والثالث. أولا المعاقبة عدلي حمدي محمود عطالة. بعدين. لا تفيد فرقه ليه؟ يا أشرف اسمع كلام. عدلي واللي معاه حكمت المحكمة غيابيا للأول وحضوريا للثاني والثالث. أولا بمعاقبة عدلي حمدي محمود عطا الله بالسجن لمدة 5 سنوات وألزمته المصروفات الجنائية. ثانيا براءة كل من محمد عدلي وصالح عدلي مما أسند إليهم. ثالثا بإحالة الدعوة المدنية للمحكمة المدنية المختصة. إسراء أحمد عبد الوهاب محمد. قررت المحكمة وإجماع آراء أعضائها إرسال الأوراق لفضيلة مفتي جمهورية مصر العربية لاستطلاع رأي فضيلته الشرعية. حيال ما نسب للمتهمة إسراء أحمد عبد الوهاب محمد وحددت جلسة 28/5/24 للنطق بالحكم بعد إيداع التقرير. رفعت الجلسة. رفعت الجلسة. هي غير مستأذنة بعدها قالت إن هي كانت مثلا بتتعامل مع متصل من أهل السنة.
ما هو المتهم اصلا بالطريقه اصلا ما عادش متهمه اصلا لان هي كانت بتخفي جريمتها ما كانتش معتقده اصلا ان الجريمه هتكشف وبالتالي المتهمه ابتدت ترتكن لان هي وتعتصم ان هي اصلا مختله عقليه والدفاع الخاص بها برضه يعتصم المتهمه مختله عقليه وده عكس الحياه طبعا والنهارده الحكم عنوان الحياه النهارده مش حكم على فكره ده النهارده قرار والقضيه تاجلت 28/5 ليه حتى رايح المفتى الجمهوري يعني هي عمليه محسومه يعني ان شاء الله هي كده يعني باذن الله اعدام ان شاء الله كده من حمام هيئه المحكمه القرار ان هي كانت بتحاول تخفي وشها وزي ما يكون كانت في حاله من هل ده قصوف ولا كان هو لا ده هو ده تسبير للمتهمه ده بيمثل الحنكه المتهمه ب لما المحكمه سالتها طبعا الموضوع التليفون اللي هو كان اساس الجريمه اللي هو كانت المحكمه اصلا اللي كانت المتهمه اصلا ده سبب من بدايه الجريمه بالنسبه للمتهمه الرسائل والصور اللي كانت بينها وبين اشخاص تانيين اللي كان على اتصالاتها راحت بيت والدها وتم ارتكاب الجريمه. محامي المتهم حاول ان هو برضه يأكل القضيه نفسه، رايح يرجع يعني محامي المتهم ايه؟ محامي المتهم ما قدموش الا ان هو يعتصم لان القضيه مقفوله فيها اعتراف من المتهم وفي ادله الثبوت وفي تحريات الطب الشرعي وفي تحريات المباحث مش شكك سياده المستشار في شهاده التقييم الطبي او التقييم الطبي هو كان بيشكك بطبيعته هو بيشكك بطبيعته بيشكك بطبيعته يعني عايز ليه